عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. بداية صديقي، لأول مرة حضرتك تشوفني، فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. من فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها، لأن محتوانا حقا بيستحق الدعم. كتير مننا ما بيجي يشتري جهاز انفرتر عشان ينور بيه البيت أو المنزل أو المحل أو المسجد أو أي مكان أثناء انقطاع التيار الكهربائي، بيبقى محتار ومش عارف يشتري ايه بالظبط، وما عندوش فكرة. الجهاز ده مثلا مكتوب عليه 1000 واط، طب 1000 واط دي يعني ايه؟ يشغل قد ايه؟ ده كله ما عندوش فكرة عنه. الكثيرين بيسألوا السؤال ده في الحقيقة، واحنا النهاردة ان شاء الله رب العالمين في فيديو اليوم هنجاوب على السؤال ده. مثلا لو عندك مروحه او اتنين او تلاته وتلفزيون ومعاهم تلات اربع لمبات، ايه الانفرتر المناسب عشان تشغلهم؟ بعض الناس برضو يقول لك عندي ثلاجه، عندي مكيف، عندي فريزر، ايه الانفرتر المناسب؟ القدرات العاليه ديت في غالب الاحيان، وان كنا احنا عملنا فيديو قبل كده على ان احنا نشغله وشغلنا البيت كله على الانفرتر، لكن بيشتغل قد ايه والحد كام ويقدر يشتغل ازاي، ده كله لازم تبقى حاطه في حساباتك. ممكن التكييف يشتغل معاك ربع ساعه ويفصل خلاص انتهينا يعني، وهكذا. فكل ما كانت نوعيه الانفرتر كويسه وكل ما كانت نوعيه البطاريه كويسه، كل ما كان مدة التشغيل بتكون معاك اكثر واكثر. عشان تشغل تكييف بتحتاج لانفرتر قدرة عالية، وده طبعا بيتمثل او بيترجم لتكلفة عالية. بتحتاج انفرتر قدرته عالية وكمان يديك بيور ساين ويف، لان معظم الانفرترز اللي موجودة في السوق الصينية بتكون ساين ويف معدلة. فميزة الاجهزة اللي بتكون بيور ساين ويف ان هي بتحافظ على الجهاز بتاعك من التلف. لو محتاج السيستم البسيط اللي بيشغل الريسيفر والتلفزيون والمراوح والانارة، اختيارك الامثل والمناسب هيكون اي انفرتر موجود في السوق 1000 واط او 2000 واط، هيكون كويس جدا معاك، واللي سعره تقريبا بيتمثل في حوالي 3-4000 جنيه. لازم وانت بتشتري جهاز الانفرتر تكون عارف، مثلا لو عندنا جهاز قدرته 1000 واط، جهاز انفرتر اقصد، احيانا بيكون في انفرترات بيكون فيها خاصيه الشحن للبطاريات، يعني يقدر يشحن البطاريه، منه انفرتر ومنه شاحن، نشحن من خلال البطاريه مره اخرى، وده كويس جدا، هيوفر معاك انك تشتري شاحن منفصل. قدره الشحن مثلا بيكون مكتوب عليه، يقول لك تشارجنج كارنت مثلا 20 امبير. ممكن تلاقي جهاز تاني مثلا قدرته في الشحن 10 امبير. طبعا كل ما كان الامبير اعلى كل مكان اسرع في الشحن، وقدره التشغيليه بتاعته قدره التشغيل بتكون 1000 واط مثلا. في جهاز اسمه باور انفرتر ويز باتري تشارجر دي سي تو اي سي كارنت، اللي هو 10 امبير 10 امبير. وكمان هنعرف في اجهزه موجوده عندنا صيني وفي اجهزه نوع هندي. لما تلاقي الجهاز يا جماعه موجود عليه علامه الساين ويف بيور ساين ويف، في الحاله ديت اشتريه وانت مغمض عينيك، لان الجهاز في الحاله ديت بيكون مضمون 100%، بيكون عليه علامه الساين ويف وبيكون عليه مكتوب بيور ساين ويف. طبعا لو السعر مش هيفرق معاك فهات الجهاز ده، بيكون اغلى وسعره بيكون ضعف سعر الانفرتر العادي، ولكن بيكون مضمون جدا واعتماديته كبيره جدا. بيكون مكتوب عليه مثلا 900 واط، هم ال 900 واط اللي بتاخدهم، انما الصيني مثلا ممكن يكون مكتوب عليه 1000 واط فهم بتاخد منه حوالي 800 واط. لازم تراعي ان في اجهزه موجوده في السوق عند حضرتك بيكون مكتوب عليها مثلا 1000 واط وتلاقيها فعليا ما بتدكش الا 300 و400 واط، فدي حاجه قليله جدا. لكن الاجهزه اللي مصنوعه قديما، معظم الشركات يا جماعه عشان تيجي تصنع حاجه بتعمل الحاجه بتاعتها في الاول، لو اول تصنيع ليها بتعمله بدقه عاليه جدا وبيكون كويس جدا واعتمادي جدا علشان ياخد سمعه وصيت، وبعد كده يبدا عشان يوفر في الكوست وفي التكلفه وفي الحاجات، بيستخدم مواد رديئه، بيستخدم مواد مش تمام، فبالتالي الفيرجنز الحديثه معظمها بتكون حاجات غير اعتماديه. في موديلات قديمه مثلا 1000 واط بيدي 850 واط، وعلى سبيل المثال لو جيت تجرب الانفرتر ده على المسجد مثلا اللي هو فيه بتاع خمس مراوح ولمبات اضاءه ومكنه الصوت، كل ده هيشغله معاك وهيبقى كويس جدا. وكمان بيكون مناسب جدا للمسجد، لان المسجد ما بيشتغلش فتره طويله، يعني هو وقت الصلاه فقط. طبعا لما تخفف الاحمال على الانفرتر بتزيد عدد ساعات التشغيل بتاعتك، ودي حاجه كويسه جدا. فانت خليك متوازن، يعني مثلا تشغل لقيت الاحمال كتير جدا على الانفرتر، حاول تستغنى وتشغل الاحمال الضروريه فقط. لو لقيت الحمل زايد معاك ممكن تشغل نص الاحمال وتفصل الاحمال التانية. من الميزات الجميله في الانفرتر ان لما بتزيد الاحمال عن الحد بيدي صفاره انذار. ما ينفعش نوصل طبعا فيشه الشحن بتاعت الانفرتر اللي هي تشحن البطاريه من نفس فيشه الانفرتر، غلط. دي موجوده عشان لما الكهرباء تيجي حضرتك تشحن من كهرباء الحكومه البطاريه بتاعتك اللي انت هتستخدمها لما الكهرباء تقطع، السايكل ماشيه كده. لو جبت جهاز نظيف هترتاح، غالبا الجهاز النظيف بيكون غالي. كمان في نظام يو بي اس في بعض الانفرترز، وده طبعا انفرتر غالي. يو بي اس يعني لما الكهرباء تقطع حضرتك تفصل الراوتر بتاعك تانو شغال، الحاجات الاحمال المهمه التانيه شغاله معاك، الاضاءه التانيه شغاله، ممكن المراوح التانيه شغاله في جهاز اليو بي اس. واول ما الكهرباء بترجع كمان بيكون في ميزه جميله جدا ان هو بيفصل الاحمال من البطاري ويوصلها على احمال الحكومه، فانت كده ايه اي تي اس اوتوماتيكلي شغال
اوتوماتيك ترانسفير سويتش، بيشتغل لوحده. لو الكهرباء قطعت بيغذي الاحمال مره تانية، الاحمال الارجنت اللي انت حاططها عليه. ما تنخدعش طبعا وراء الارقام اللي موجوده على الاجهزه. مده التشغيل ومده استهلاك البطاريه ده بيرجع لحاجتين، اول حاجه قدره البطاريه نفسها، تاني حاجه الحمل اللي حضرتك موصله عليها. فالاحمال لو كتير ولو بطاريه عاليه حتى هتلاقيها بتخلص بسرعه، الاحمال لو شويه والبطاريه عاليه فهتلاقي البطاريه بتأدي معاك حاجه كويسه. يعني بطاريه الموتوسيكل مثلا عندك 10 امبير، وعندك لو جبت بطاريه تانية 80 امبير، معنى كده البطاريه التانية اللي هي 80 امبير دي تقدر تشتغل قد بطاريه ال 10 امبير 8 مرات. يعني لو بطاريه الموتوسيكل اشتغلت معايا نص ساعه، البطاريه التانية تقدر تشتغل معايا 4 ساعات. وطبعا زي ما احنا عارفين تقدر تزود عدد البطاريات، انك تزود عدد البطاريات على التوالي فبتاخد جهد اعلى، ولو على التوازي الجهد بيكون ثابت. احنا طبعا بيبقى محتاجين الجهد يكون ثابت، احنا القصه عندنا كلها في الساعه الامبريه. في الحاله دي انت هتوصل باتريز على التوازي، مش محتاج اقول لك انك لازم تفصل سكه الحكومه عن سكه الانفرتر. يعني مثلا شغالين دلوقتي والكهرباء فصلت والدنيا تمام وشغالين انفرتر، ما ينفعش الكهرباء تيجي تخش على الحكومه، ما ينفعش الحكومه تيجي تخش على الانفرتر على طول، هتطيره معاك. كمان ما تحملش الانفرتر اكثر من طاقته، يعني هو 900 اديله 800، لو هو 1000 مثلا من النوعيات التعبانه اديله 750، ما تحملوش اكتر من طاقته عشان يستمر معاك ويعيش. واخيرا كل اجهزه الانفرتر بتكون مزوده بدوائر حمايه، بحيث ان هي تعمل انذار لو الاحمال زادت، وبتعمل انذار برضو لو البطاريه الشحن بتاعها قل، وتقول لك البطاريه قربت تخلص. لحد هنا صديقي العزيز ارجو اكون افدت حضرتك معلومه، لو حضرتك استفدت لايك وشير. طبعا اول مره حضرتك شفنا نكلم حد عندنا، لان محتوانا بيستحق الدعم. اشوفك على خير. كان معاك عبد الرؤوف عماد من قناه عبد الرؤوف 98 على اليوتيوب. ولو عند حضرتك اي سؤال ممكن تحطه في كومنت تحت الفيديو، هنجاوبك على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ميك اب لا، حجاب غير شرعي لا، تزين وتعطر لا، الكلام ده كله بيفرق برضه في ان حضرتك تنتشر على يوتيوب او لا، فبلاش دي. كل قناة لها ظروفها وكل محتوى لظروفه، محتوى التعليم مش بينتشر بسرعة. فممكن يكون حد بيتابع حضرتك عشان بتعملي حاجة، مش عارف اوصف حاجة يعني. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا كرام، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن موقع رهيب في النقل واستقبال الداتا من خلال الكمبيوتر. اول حاجه ما بتدخل على جوجل وبتكتب وي ترانسفير. وي ترانسفير، الوي ترانسفير اول ما بتظهر معاك، اول ما بتكتب في جوجل السيرش بيظهر معاك النتائج دي. اضغط على اول نتيجه هيظهر معاك الموقع ده. الموقع بسهوله يا جماعه، من الميزات الجميله فيه انك تقدر ترفع لحد 2 جيجا. اول حاجه بتكتب ايميل تو، يعني هتبعت للشخص الفلاني. بعد كده تكتب اليور ايميل، وبعدين التايتل لو حابب تكتب تايتل للفايل للفولدر او الفايل بتاعك، وبعدين تكتب مسج لو عايز تكتب مسج معينه او حاجه زي كده. بعد كده هتعمل ابلود للفايل بتاعك من هنا كده، وبعد كده هتقول له ترانسفير، هيبعت لك فيريفيكيشن على الايميل بتاعك. هتفتح الميل بتاعك هتلاقي رقم هتدخله، وبعدين تقول له ترانسفير، هيبدا يترانسفير للايميل اللي انت حضرتك مدخله، وبكده تكون نقلت الداتا بكل سهوله ويسر. ولكن الموقع ده رهيب جدا. السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والاحوال؟ يا رب تكونوا بخير. بدايه صديقي لاول مره حضرتك تشوفني، فانا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 98 على اليوتيوب. من فضل حضرتك اللايك الجميل والشير اللذيذ، وكلم حد عنها لان محتوانا بيستحق الدعم. اليوم ان شاء الله رب العالمين حضرتك هتشوف على اليوتيوب فيديوز كتير، ازاي تعمل انفرترز وتشتري دايرة انفرتر ومش عارف ايه وحاجات كتير كده. لكن النهارده ان شاء الله رب العالمين انا هديك ابسط دائره انفرتر ممكن تشوفها في حياتك. الدائره اللي معانا النهارده دائره بسيطه جدا، تتكون من مكونات بسيطه خالص خالص خالص، وممكن تعملها بنفسك في البيت بكم حجر بطاريه، وتنور معاك لمبه 220 فولت. وطبعا قدراتها بتختلف على حسب قدره الايه، الجهاز اللي حضرتك هتشغله عليها. يعني ما تجيش اي، بصوا يا جماعه، هو دايما اي مكون في الدنيا كهربي بيبقى ليه قدره كهربيه. قدره يعني استطاعه، يعني يقدر يشيل لحد كام، يقدر يتحمل لحد كام. دي كل الحكايه والحواديت اللي احنا بنتكلم فيها. فما تغامرش باي قطعه كهربيه من غير قدره. يعني مثلا هشغل عليه شنيور غير ان اشغل عليه لمبه، هشغل عليه هيلتي غير ان اشغل عليه لمبه، هشغل عليه ثلاجه غير ان اشغل عليه لمبه، هشغل انصان. فانت لما تيجي تصمم الجهاز او بتعمل الحاجه بتاعتك، فبتقول والله ده انا هشغله، هعمله علشان اشغل عليه الشيء الفلاني. الشيء الفلاني ده حضرتك لازم يكون عارف قدرته، وتجيب كومبوننتس وانت بتشتريها تتحمل هذه القدره. خلينا النهارده هنعمل انفرتر بسيط كده، الفكره واحده ولكن القدرات مختلفه. اول حاجه النهارده هنحتاجها معانا هو الترانزستور
13007. والحاجة التانية اللي هنحتاجها، هنحتاج مقاومة 1 كيلو اوم، وهنحتاج هيت سينك، وهنحتاج 12 فولت باتري، بطارية 12 فولت، وهنحتاج لمبة 220 فولت عشان نشغل عليها الدايرة بتاعتنا. تعال نشوف بقى يا باشا التوصيل هنعمله ازاي. اول حاجة عند حضرتك كالعادة هتحط المستر ترانزستور على الهيت سينك بتاعك. ادي الهيت سينك، وظيفته الترانزستور بصفة عامة يا جماعة هو عنصر الكتروني بيموت في الحرارة، بيسخن بسرعة جدا وبيسخن كتير جدا، فلازم نحطه، يعني بيفضل ويحبذ انك تحطه على الهيت سينك. طبعا الترانزستور بيكون له 3 ارجل، بيز كولكتور اميتر، وده الهيت سينك بتاعي. هنجيب المقاومة 1 كيلو ونحطها هنا كده، وبعد كده هنجيب المحول بتاعي، محول ده 12012، 12012، وبيخرج هنا 220 فولت. ادي يا باشا الـ12 هنا كده، والـ12 التانية هنا كده، الطرفين دول كده بتوع الباتري بتاعتك، ده على السالب وده على الموجب. البطارية بتاعتك دي بقى ممكن تبقى باتري واحدة 12 فولت، ممكن تبقى مجموعة من باتري الليثيوم تدي 12 فولت، بحيث انها تدي 12 فولت، اي حاجة. ده الترانزستور بتاعي 13007، ماشي. مجرد ما توصل هنا كده على اللمبة بتاعتك هتلاقيها بتنور معاك، ودي تعتبر ابسط دائرة انفرتر ممكن تشوفها في حياتك. جربها وهتوصل لنتيجة رهيبة. ده كان فيديو اليوم، ارجو اكون افدت حضرتك معلومة. حضرتك استفدت، لايك وشير، امر حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة. اشوفك على خير. كان معاك كالعادة عبد الرؤوف عماد من قناة عبد الرؤوف 98 على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهتبقى محتاج بوردة شاحن موبايل قديم، هتستخرج منها محول ذات 6 اطراف، تمام. اول حاجة طبعا في المحول ده عشان لما تيجي تستخرجه هتقيس بين الاطراف وبعضها البعض، هتقيس المقاومة بين كل طرفين مع بعض في المحول، عشان اكبر مقاومة هتكون هي عبارة عن خارج 220 فولت. فلو قست الطرفين دول مع بعض مثلا هتكون معاك 2.2 اوم، لو قست الطرفين دول مع بعض هتلاقيهم بيدوك 7 اوم، ولو قست الطرفين دول مع بعض هيدوك 0.5 اوم. يبقى انا كده الـ220 فولت بتاعي بيخرجوا من هنا كده بين اكبر مقاومة معاك. تعالى بقى نشوف طريقة التوصيل هتكون ازاي يا سيدي الفاضل. هتكون كالاتي التوصيلة بتاعتي. هاجي من الطرف ده، طبعا ده عندي الترانزستور بتاعي اهو، بيكون فيه 3 اطراف، كوليكتور وبيز وإميتر. هنيجي على الكوليكتور بتاعي وهوصله بالطرف ده، تمام. بالنسبة للمقاومة هنيجي بين الطرفين دول ونوصل المقاومة بتاعتي هنا كده. يعني بالنسبة للترانزستور بتاعي، انا عارف ان الترانزستور بيبقى فيه 3 اطراف، كوليكتور وبيز وإميتر. بيبقى عندي هنا كده ده الإميتر وده البيز، فانا هوصل الكوليكتور بتاعي بالطرف ده، هاخد الترانزستور، هاخد المقاومة بتاعتي اوصلها بين الطرفين دول، تمام كده. وبعد كده في عندي الطرف اللي هو السي، الطرف اللي هو ده هاخده اوصله بالطرف التاني هنا كده في المحول، ماشي. هنا كده البطارية بتاعتي، هاخد الطرف السالب اوصله بالإميتر، وده الطرف الموجب بتاعي خليه توصيلته في الاخر خالص، تمام. وبعد كده هجيب الدواية بتاعتي او اللمبة، لمبة بدواية فيها سلكين، سلك منها هيخش لي هنا كده على الطرف ده، والطرف التاني هنا كده
دول خارج اللي احنا قلنا ان هم خارج ال 220 فولت بتوعي. تمام تمام بعد كده يا باشا انت الدايره بتاعتك كده اكتملت. هنيجي بالطرف الموجب ده هنحطه مع مين؟ مع المقاومه بتاعتي. انت عندك هنا ده خارج ال 220 فولت، هاجي بقى على الطرف الموجب بتاع البتري بتاعي اوصله مع طرف من اطراف المقاومه. يبقى ده اصلا ترانسفورمر ذو 6 اطراف من شاحن موبايل قديم. اللمبه دي عباره عن لمبه ليد 18 واط 220 فولت. الدايره بتاعتي باختصار تاني بطاريه وترانزستور 13007، وعندي مقاومه 2.7 اوم 1.5 واط، عندي ترانسفورمر من شاحن موبايل قديم، عندي لمبه 220 فولت ليد 18 واط، وعندي البطاريه 3.7 فولت. ترانزستور التوصيل هتبقى كالاتي، ادي الطرفين، الطرف اللي في الوسط بتاع الترانزستور يتوصل لي هنا كده مع الدخله دي، والطرف الاميتر مع سالب البطاريه، طرف البيز ده هيتوصل مع النقطه ديت. الطرفين دول خارج ال 220 فولت على اللمبه. بعد كده الطرف الموجب بتاع البتري في الاخر خالص هنوصله مع طرف المقاومه دي. ارجو اكون افدت حضرتك معلومه النهارده. حضرتك تفضل لايك وشير اول مره، حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناه. اشوفك على خير. كان معاك عبد الروف عماد من قناه عبد الروف 98 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.